أكمل عن النقش اللي بعده، النقش ثيودوتوس، وجده في 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 القدس وموجود في متحف إسرائيل، وبيذكر اسم ثيودوتوس الكاهن منشئ ورئيس المجمع. هذا الشيء يعني بيوضح لنا فكرة إنه عم يحكي عن مجمع وكنيس، وفيه مكفي اللي ذكرت عنه المرفق قد المغطس الطقسي، وغرفة للضيوف لاستقبال الغرباء. ومنتذكر في هذا الكلام اللي ذكر في أعمال الرسل إصحاح 6 وإصحاح 24 بشكل يعني بشكل واضح إنه هذا كان إشي اسمه رئيس المجمع، وخصوصا إنه لما بنحكي عن المجمع يعني أو مجامع مختلفة في أورشليم كانت في ذاك الوقت، واحد منها اسمه مجمع الليبرتيين والقيروانيين، ويظهر إنه يعني كانوا يستضيفوا في الغرباء زي ما بحكي عنه يعني السفر أعمال الرسل إصحاح 6 وإصحاح 24. فهي هاي الأشياء، وكمان لقب رئيس المجمع اللي بيذكره إنجيل مرقس إصحاح 5. فهاي الشغلات يعني بتوضح كلمات، أيوة، بدون ما نقصد كلمات اللي كتبت بالعهد الجديد وهي موثوقة جدا. وهاي النقوش المختلفة يعني حتى لو الكتابة ما كانت مثلا واضحة، أو يعني مثلا إذا بتسمح لي مثلا اللي بعدها، مثلا نقش الهيكل التحذير، مثلا نقش اللي وجد في 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 قلب الهيكل، كان بتشوف يعني أنا حطت الحجر وبعدين حطت صورة مبنى الهيكل لأورشليم هيكل هيرودس. في هيكل هيرودس إن كان المشاهد بيقدر يشوف معانا الهيكل الداخلي اللي فيه الهيكل، وحواليه في زي سور صغير غير عن السور الكبير اللي بيشمل ساحة الأمم اللي مسموح لهم للكل إنه يدخلوا بعد التطهير. هذا القسم اللي حواليه الحائط هذا الفاصل، هذا هو كان ممنوع فيه الدخول أي إنسان غير يعني يهودي وغير يهودي مختون ومتطهر. أيوة. طيب إحنا كيف نفهمه بالعهد الجديد؟ في العهد الجديد مثلا في أعمال 21 كان بولس معاه واحد أخ من اسمه تروفيموس الأفسوسي، وفات معاه على الهيكل، وانجنوا اليهود إنه فكروا إنه هو دخل يعني واحد أممي لداخل الهيكل. طيب شو عرفنا أنه هذا صح؟ لقوا في نقش من القرن 19، وبما أنه كانت هاي النقوش يختلف عليها فكانوا الأتراك يأخذوها، فهي موجودة اليوم في متحف إسطنبول. نعم. وهذا النقش مكتوب عليه باليوناني بشكل واضح، ها ممنوع لأي أجنبي يدخل على هذا الحاجز المحيط بالهيكل، وكل واحد يقبض عليه عقوبة العدم. فعشان هيك احنا بنفهم، وطبعا في كمان واحد في كمان صورة اللي يعني لاقوا كمان نفس الكتابة ولكن مكسورة. فاحنا بنقدر نفهم انه الوصف الدقيق في العهد الجديد للهيكل والهيكل الداخلي والشيء اللي بيحكي عنه بولس الرسول حتى روحيا، انه ما بين اليهود وغير اليهود خلص، راح هذا الفاصل، نقض حائط السياج المتوسط هذا اللي كان موجود، ولكن روحيا بعد بعد اذنك بعد اذنك يعني في افسس 2 آية 14، لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط، ده اللي انت بتتكلم عنه، أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائد، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. فإذا هذا الحائط اكتشفوا الحجر وموجود في متحف في تركيا في إسطنبول في نعم. في أيامنا. نعم. تفضل أخ مكرم. هذا من بعدها بنطلع كمان يعني في نقش اللي هو يسموه نقش هتاف البوق، مكتوب عليه قبل ما يعني ننتقل للكتابة نطلع عليه نقش هتاف البوق، وخلي يعني المشاهد الكريم كمان يطلع عليه.
بالعبري مكتوب عليه من اليمين للشمال زي العربي بنقرأ لبيت هتكعة، يعني لبيت النفخ ضرب البوق. وبعدين في كلمة مكسورة يعني مش مفهومة. فهاي الكلمة في العبري ممكن تكمل يعني بواحدة من طريقتين، أو لها خريز يعني للإعلان عن السبت يعني، أو لها فضيل يعني تمييز بين المقدس والنجس. بمعنى أنه هذا المحل كان فيه محل اللي يطلع الكاهن اللي دوره ويطلع وينفخ في البوق. وحتى وجدوه في منطقة قريب جدا من مناطق الهيكل، طبعا مع أنه انهدم الهيكل، لكن يظهر أنه كان جزء من حاجز بيمتد على طول جدار الهيكل اللي بنعرفه اليوم قسم منه اسمه حائط المبكى. وهذا كان موقع اللي يعني سطح مساكن الكهنة، بيطلع واحد من الكهنة مساء يوم جمعة بيضرب البوق، ولما بيضرب البوق بيعلن انه قرب السبت عشان يعني يوقفوا اعمالهم على الاخر. وطبعا ساعتها بيبدا يعني الصوم ان كانوا في يوم الكفاره، وطبعا ساعتها بيكون طبعا الحرب او العيد ان كان في مناسبات اخرى. لكن التعبير جميل وبيفرجي انه هون كان مكان ضرب البوق، يعني وكأنه تصوير يعني جميل جدا لما احنا مش عم نشوفه لانه الهيكل انهدم.